نظرة معنوية وتتبنى صوت مثل من قال عن الله والحديث عن الله وهذا هو حدود النظر التي لم تكتبها أن تمثل وسيلة واضحة للحديث عنه ونحن سيدنا هناك عند عبادة الخميسة أما كان بعد ظهور النصر أما عندما لا نجد وسيلة تخبيرية أو صياغة هنا السبب نصر فيها الله نتكلم بطريقة الرسم غير النحو غير النحو غير الزمني فهنا أثر حول اللغة اللاهوتية للحديث عن الله ضمن مادة الثيولوجي الدكتور
أنا أشتغل في